كما تعرفوا هذا التزايد الكبير اللي تتعرفوا الاصابات ديال كورونا في بلادنا، فارتاء مكتب الجمعيه بتنسيق مع مقهى شركه كول داون باش ينظموا هذه الحمله التحسيسيه اللي غتكون فيها السبت والاحد كما تعرفوا نهايه الاسبوع. تنعرفوا مجموعه الناس يكونوا خارجين، من خلالها استغلنا الفرصه باش نوعيوهم بخطوره هذا المرض وانتشار ديالو، لان لا بليباغ ديال الناس باقيين تيقولوا لنا هذا المرض راه ما كاينش، بالعكس هذا المرض راه كاين قدام مجموعه من الناس وتنشوفوا الاصابات طلعت. فبهذه المناسبه حنا درنا هذه الحمله التحسيسيه اللي من خلالها تنوزعوا الكمامات، كذلك تنحضروا الحراره للناس اللي تيكونوا ماره وتنوعيوهم بالخطوره ديال هذا الفيروس. وتنتمنى من المغاربه انهم يخافوا ويخافوا بزاف، لان هذا المرض دم مجموعه من الناس نعرفوهم، تعرفهم انا شخصيا، ومن هذا المنبر تنقول لهم حضيو راسكم والتزموا بالاجراءات الوقائيه اللي حطت وزاره الصحه.